السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة وطالبات الصف السادس الابتدائي، أهلا بيكم في الحلقة دي من المراجعة النهائية، مراجعة ليلة الامتحان، واللي شكل ما وعدناكم هنحل فيها 265 جملة اختياري. ال 265 جملة إن شاء الله هنلاقيهم شاملين المنهج بالكامل، سواء vocabulary كلمات أو grammar أو قواعد. وطبعا لأن العدد بتاع الجمل كتير فاحنا قسمنا الحلقة دي على جزئين، الجزء الأول إن شاء الله هنلاقي فيه 129 جملة، والباقي إن شاء الله هنلاقيه في الجزء الثاني. تابع معانا وركز واعرف إحنا اخترنا كل حل من الحلول دي ليه، والسبب اللي إحنا اخترناه عشانه، عشان إن شاء الله تستفيد من الحلقة دي بشكل كامل. وما تنساش لو الفيديو عجبك شير لكل زمالك في ستة ابتدائي إن شاء الله، وعرفهم إن الحلقة دي خاصة بمراجعة ليلة الامتحان، وإن شاء الله الكل يستفيد. يلا نبتدي، بس قبل ما نبتدي يلا نصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. مش هطول عليكم، يلا بينا. تعالوا يلا نبدا مع اول جمله معانا النهارده. نمبر 1 بيقول لي what are your a، يا ترى clocks ولا watches ولا hours ولا times. طبعا هنا لازم نكون حافظين المحادثات حبايبي كويس جدا. طبعا عارفين في المحادثه كان بيقول له what are your hours، يعني ما هي عدد ساعات العمل او ما هي ساعات العمل بتاعك. تاني what are your hours، طبعا ساعات حبايبي بيجيب لي سؤال بطريقه تانية، بيقول لي when are you، ويديني في الاختيارات hours وبرده open، كلمه open يعني فاتحين. فطبعا الناس فاكرة على طول السؤال هي what are your hours what are your hours، فعلى طول حتى لو جاب له when فقول له when are your hours، هقول لك لا طبعا، لما اقول له when are you لازم اقول له when are you open، يعني امتى انتوا فاتحين. تعال نشوف نمبر 2، بيقول we can get money from that، طبعا ممكن نحصل على الفلوس منين، من البنك ولا school ولا hotel ولا hospital، طبعا بنحصل على الفلوس من البنك، وهنا لازم اعرف يا ترى الغرض اللي انا بروح المكان دي. طيب تعال نشوف نمبر 3، بيقول لي was or where has or have there a bank next to the school، طبعا هنا لازم اركز على كلمه البنك، البنك دي معناها البنك، مفرد ولا جمع؟ هقول لك مفرد لان قبله اه. طيب هقول ايه؟ اكيد هقول was there، واحنا خدنا طبعا في الوحده دي او في الوحده الاولى ازاي اسال was there وبعدين اسم المكان وبعدين اجيب ظرف المكان وبعدين المكان الاخر، يعني was there a bank next to the school، وهنا لازم اجاوب yeah there was or no there wasn't. فلما اقول لي ايه there a bank، خلي بالي ان البنك ده مفرد لان ساعات بيجيبه لي جمع، والناس دايما حافظه ان هي was there was there، لا خلي بالك يا ترى ده جمع ولا مفرد، هنا طبعا مفرد فهقول was there. Number 4 بيقول لي yes there a، طبعا قلنا يا جماعه طالما في not، not دي ما ينفعش تيجي ابدا مع yes، هي بتيجي مع no، فبالتالي هقول yes there was، ما فيش الا هي مثبته. Number 5 بيقول لي no there، طبعا هنا برضو نفس الكلام ولكن العكس، طالما في no يبقى هجيب not، فبالتالي هقول no there wasn't، تاني no there wasn't. Number 6 بيقول لي the school is next A the bank، وهنا لازم احفظ ظرف المكان كويس جدا، فهنا بيقول لي the school is next A، طبعا عارف ان next بيكملها to ونext to معناها بجوار، تاني next to معناها بجوار. طب تعال نشوف number 7، بيقول لي the hotel is in front A the station، طبعا انا عارف ان امام اسمها in front of، in front of يعني امام. The next بيقول لي نانسي جونسون invented the first ice cream A، طبعا عارفين نانسي جونسون اخترعت اول آلة لصنع الايس كريم او اول ممخضة لصنع الايس كريم اللي هي churn churn. تعال نشوف نمبر 9، بيقول لي we're open from 9 to 7، طبعا في المحادثة كان بيقول لي we're open from 9 to 7، from 2 يعني من الى، يبقى from 9 to 7. نمبر 10 بيقول لي we can sleep in a، قلت لك لازم احفظ الغرض اللي انا بروح عشانه المكان، طبعا هنا بنام فين؟ اكيد في الهوتيل، هوتيل اللي هو الفندق، طبعا ما نمشي البنك ولا البوست اوفيس ولا ترين ستيشن. نمبر 11 بولي وي واتش بلايز اند شوز، بنشاهد يا حبايبي المسرحيات، قلنا بلايز هنا بمعنى مسرحيات مش بمعنى يلعب، فبولي وي واتش بلايز احنا بنشاهد المسرحيات اند شوز والعروض كمان ان ترى ثياتر المسرح البنك البنك ولا الهوتيل ولا البريدج، اكيد طبعا بشاهدها في الثياتر اللي هو المسرح. The next number 12 بيقول لي the ice cream shop
opened in New York. طبعا انا عارف ان اول محل ايس كريم فتح في نيويورك، فالاول هنا اسمها the first. So the first ice cream shop opened in New York. The next, number 13, bully was or where or has or have their post offices in front of the theater. طبعا هنا الناس بتجري دايما حبايبي على was، لان حافظين في الوحده دايما كان بيجيب لي was there. هقول لك لا، خلي بالك هنا قال لي post offices، والpost offices دي جمع، فبالتالي هتاخد where مش هتاخد was. تعال نشوف number 14. بولي the hotel is across. طبعا انا عارف ان في الجهه المقابله اسمها across from. across from يعني في الجهه المقابله من. طب تعال نشوف number 15. بولي yesterday a Friday. امبارح، طبعا امبارح ده ماضي، فما ينفعش ابدا اخد is. امال yesterday was Friday. was Friday. تعال نشوف number 16. بولي does that include the mummy. طبعا عارفين mummy room اللي هي حجرة المومياوات، او تيجي mummy rooms اي حاجة من الاثنين. number 17. بولي I cut my hair at the. طبعا هنا بقول انا بقص شعري فين؟ اكيد عند الباربرز، قلنا حبايبي الباربرز اللي هو الحلاق، تاني باربرز اللي هو محل الحلاقة، تاني حبايبي باربرز بمعنى محل حلاقة. طب تعال نشوف number 18. بولي we took a train، يعني احنا خدنا القطار. at the A، طبعا اكيد بناخد القطار من محطة القطار. طب يا ترى فين محطة القطار؟ يا ترى هي post ولا bridge ولا train station ولا باربرز؟ اكيد هي train station، و train station يعني محطة القطار، تاني train station يعني محطة القطار. تعال نشوف number 19. بولي vanilla and chocolate R ice cream A. طبعا هنا حبايبي لازم احفظ ان الايس كريم ده ديزرت، ده حلوه، لكن الفانيلا اور الشوكليت الشوكولاته او التوميتو او البيكل كل ده مذاقات اطعمه، فبالتالي لما يجي يقول لي فانيلا اند تشوكليت اور ايس كريم اقول اكيد هقول له ايس كريم فليفرز، وان فليفرز يعني اطعمه او مذاقات. تعال نشوف يلا نمبر 20. بيقول لي ايه انفنتد ايس كريم. طبعا هنا انا بسال عن شخص عاقل، بقول مين اللي اخترع الايس كريم، وبالتالي من معناها هو. ما ينفعش اقول وير انفنتد ايس كريم اور وين انفنتد ايس كريم اور وات انفنتد ايس كريم. تعال نشوف نمبر 21. بيقول لي وي ريد بوكس، احنا بنقرا الكتب. ان ذا ايه، اكيد بنقرا الكتب في اللايبرري. لايبرري اللي هي المكتبه. قلت لكم خلي بالكم يا حبايبي في حاجه اسمها لايبرري المكتبه، وفي حاجة اسمها البوك ستور. بوك ستور دي محل بيع الكتب او بوك شوب. طيب ايه الفرق؟ قال لي اللايبرري هنا انا ريد بقرأ، اور بورو او استعير، انما حباب البوك ستور يبقى باي بوكس، بشتري منه الكتب. فهنا لما اقول وي ريد بوكس هقول ان ذا لايبرري. تعال نشوف نمبر 22. بيقول لي بانكس هوتيلز ستيشنز ار، بيقول لي ان البنوك والفنادق وكمان المحطات ار دي طبعا عارفين كلها ان هي بليسز، وبليسز بمعنى اماكن. هنا ما اقدرش اقول شوبس ولا اقدر اقول سيتيز ولا اقدر اقول تاون. شوبس بمعنى محلات، cities بمعنى مدن كبيرة، towns بمعنى مدن صغيرة. تعال نشوف number 23. بقول ice cream has a long. طبعا شكل ما خدنا في موضوع reading في الوحدة دي ان ice cream has a long history، وان history حبايبي اللي هو التاريخ. تعال نشوف number 24. بقول لي was there or were there or was or where a library near the school، يعني هل المكتبة، هل يوجد مكتبة بجوار أو بالقرب من المدرسة؟ طبعا هنا حبايبي لازم أخد was there، لأن library هنا مفرد جايب لقبلها فإذا هقول was there، تاني was there. طب ليه ما أخدش was بس، يعني ما أقولش was a library near the school؟ لأن حبايبي لو هو بيسأل بوز بس كان حولي was the library near the school، تاني was the library near the school. تعال نشوف number 25. بقولي is someone who visits Egypt. بقولي someone دي حبايبي يعني شخص، بقولي هو الشخص الذي يزور مصر. طبعا الشخص اللي بيزور مصر ده يا ترى tourist سايح ولا parent احد الوالدين ولا teacher مدرس ولا دكتور؟ طبعا اللي بيجي من بره ويزور مصر ده اكيد tourist يعني سايح. تعال نشوف number 26. بيقول لي the answers the phone in museums، اللي بيرد على التليفونات في المتاحف ده بسميه operator، تاني بسميه حبايبي operator. انما nurse بمعنى ممرضة، teacher بمعنى مدرس، ودرايفر بمعنى سائق، انما operator اللي هو عامل الهاتف. تعال نشوف number 27. بقول لي thanks a your help. طبعا يا حبايبي لازم اكون عارف ان كلمة thanks بتاخد حرف الجر for، وانا قلت لكم قبل كده لما يقول لي thanks
ما ينفعش اجيب وراها يو، لكن عشان اجيب يو لازم تبقى ثانك يا حبايبي من غير اس، يعني تبقى ثانك يو بالمنظر ده، لكن ما ينفعش اقول ثانكس يو كده غلط، يا ثانك يو يا ثانكس، او ثانكس الوت، ثانكس الوت يعني شكرا جزيلا. تعال نشوف نمبر 28، بولي وي ووك اون ذا اي ان ذا ستريتس، احنا بنمشي على ايه في الشارع؟ يا ترى على البوك ولا البلاتفورم ولا الثياتر ولا البيفمنت؟ اكيد احنا بنمشي على البيفمنت، وبيفمنت يا حبايبي يعني رصيف. طيب تعال نشوف نمبر 29، بولي تورستس ار ايه؟ التورستس شكل ما قلنا قبل كده اللي هم السياح. طب السياح دول يا ترى ايجيبشنز مصريين ولا فورينرز اجانب ولا لوكالز محليين ولا سبيكرز؟ وطبعا كلمة سبيكرز بمعنى متحدثين، فأكيد طبعا التورستس دول ناس فورينرز، وقلنا حبايبي كلمة فورينرز يعني أجانب. تعال نشوف يلا نمبر 30، بيقول لي does that the mummy room؟ خلي بالكوا حبايبي احنا قلنا طالما في verb to do do or does or did وراها على طول لازم يكون الانفينيتيف، يعني الفعل في المصدر بدون اي اضافات، ما ينفعش ازود له اي حاجه، فبالتالي لما يقول لي does that لازم اقول له include، وانكلود بمعنى يشمل او يتضمن، ما ينفعش اجيب انكلود هقول له لا طبعا، لان في does و does بترجع الفعل الاصله سواء does او do or did. تعال نشوف نمبر 31، بيقول لي she doesn't have any money. تاني doesn't didn't don't اي حاجه من verb to do طالما موجوده سواء في السؤال او في النفي يبقى لازم يجي وراها مصدر، فبالتالي هقول she doesn't have. تاني she doesn't have يبقى verb to do عموما سواء do او does او did، التلاته ده هم سواء جايين بالمنظر ده او وراهم كلمه not في النفي كده كده اللي جاي وراهم يا حبايبي مصدر، ما ينفعش يجتمع معاهم في الجمله غير مصدر. تعال نشوف نمبر 32، بيقول لي وي ستادي اند هاف فان ات اي، طبعا بيقول لي احنا بنذاكر وكمان بنستمتع فين يا حبايبي؟ اكيد بندرس وبنستمتع في سكول، سكول اللي هي المدرسه، اما البنك ده البنك، هوتيل قلنا الفندق، وثياتر يعني المسرح. تعال نشوف نمبر 33، بيقول لي ايس كريم از ا، شكل ما عرفنا ان الايس كريم ده الحلو اللي احنا بناكله بعد الاكل او ده الحلو عموما، فبالتالي الحلو اسمه ديزرت، ديزرت. تعال نشوف اللي بعدها، بيقول لي ايه نايس داي، قلت لما اجي اتمنى للشخص يوم جميل او قضاء يوم جميل بقول له هاف ا نايس داي، تاني هاف ا نايس داي. تعال نشوف نمبر 35، بيقول لي وي تيك ايه ات ذا ترين ستيشن، بيقول لي من محطه القطار، تاني ترين ستيشن قلنا يعني محطه القطار، طيب بناخد ايه من محطة القطار؟ أكيد هاخد الترين، والترين بمعنى القطار. تعال نشوف نمبر 36، بيقول لي the A is on the river، خلي بالك on the river يعني على الإيه؟ ها؟ على النهر، إيه اللي بيبقى على النهر؟ يا ترى البريدج ولا اللايبرري ولا سكول ولا بنك؟ أكيد طبعًا هيبقى موجود على النهر، خلاص وبنعبر عليه هو البريدج، وبريدج بمعنى كوبري. طب تعال نشوف نمبر 37، بيقول لي the school is the theater، المدرسه ايه المسرح؟ طيب يا ترى نيكست؟ هتقول لي نيكست عايزه تو يبقى ما اقدرش اخدها، طب ان فرونت؟ هتقول لي عايزه اوف مش موجوده، طيب اكروس؟ هتقول لي عايزه فروم مش موجوده، فبالتالي هختار نير. تعال نشوف نمبر 38، بيقول لي واز ذير اور ذا اور ذير اور ذيرز ا سكول نير ذا بوست اوفيس، طبعا هنا هبص على ا سكول هلاقي اسم مفرد، فبالتالي هقول واز there، تاني was there. طب تعال نشوف نمبر 39، بيقول لي are you open Fridays؟ خلينا نتفق يا حبايبي ان كل الايام بتاخد حرف الجر on، فبالتالي هقول are you open، وقلنا open هنا صفه بمعنى مفتوح او فاتح، يبقى are you open on Fridays، تاني are you open on Fridays، خلينا عارفين ان الساعه والوقت بياخد حرف الجر at، يعني اقول مثلا at 7 o'clock، at 7 o'clock يعني الساعه 7، يبقى اذا الوقت بياخد حرف الجر at، الايام بتاخد حرف الجر on، شكل ما اقول on Friday، on Friday يعني يوم الجمعه، اما السنين والشهور والفصول كل ده بياخد حرف الجر in، يعني ممكن اقول in January يعني في شهر يناير، وممكن اقول in summer يعني في الصيف، وممكن اقول in 1999 سنه 1999، يبقى تاني الوقت بياخد at، الايام بتاخد on، والشهور والسنين والفصول كل ده بياخد in. طب تعال نشوف اللي بعدها، بيقول وير ايه ديلي، طبعا هنا حبايبي ناس كتير هتتلخبط جدا ويقول لك وير اوبننج، قال لك لا ده وير اوبننج دي معناها احنا بنفتح دلوقتي، عمالين نفتح دلوقتي، لكن انا عايز اقول احنا بنفتح على طول يوميا، يعني ايه فاتحين يوميا؟ قال لي وير اوبن، اوبن هنا صفر
الصفة. يبقى we're open daily يعني احنا فاتحين يوميا. طب تعال نشوف number 41 بيقول we get A from the bank. طبعا جملة مشابهة للأولى ولكن معكس. كاب هنا الاختيارات في الحاجة اللي احنا بنحصل عليها من البنك. فطبعا بنحصل عليها من البنك يا ترى books كتب ولا money ولا ice cream ولا clothes. طبعا أكيد money يعني فلوس. طب تعال نشوف number 42 بيقول you are A. طبعا برضو في ناس هتتلخبط هنا بيقول لي you are welcoming. هقول لك لا هنا مش ار هيجي وراه في اللي فيه اي ان جي، لا هنا عايز اقول على الرحب والسعه فبقول يور ويلكم تاني يور ويلكم. اللي بعدها نمبر 43 بيقول يس ذير اي ا لايبرري نير ماي هاوس. هبص على اللايبرري ايوه مفرد. طب وطالما مفرد يبقى اكيد هقول ذير واز تاني ذير واز. نمبر 44 بيقول لي اي دونت وانت اي ماني. اي دونت وانت اي ماني. خلي بالك ان الجمله دي جمله ايه منفية. قلنا في النفي يا حبايبي بجيب مين؟ قال لي بجيب any. So I don't want any money. طب امال امتى بجيب some؟ قلنا some بتيجي في الجملة المثبتة. تاني some بتيجي في الجملة الايه؟ المثبتة. طب تعال نشوف number 45 بيقول لي جون مونتاجو. تاني جون مونتاجو ماله جون مونتاجو؟ قال لي invented the first ايه؟ طبعا عارفين ان جون مونتاجو invented the first sandwich. طبعا هو اللي اخترع اول sandwich. تاني هو اللي اخترع اول sandwich. تعال نشوف نمبر 46 بيقول لي it's 2 pounds a the Egyptians. طبعا قلنا لما اجي اقول ب 2 جنيه لمين، لما اقول السعر ده لمين بجيب حرف الجر 4. So it's 2 pounds for the Egyptians. تاني it's 2 pounds for the Egyptians or for Egyptians. طب تعال نشوف نمبر 47 بيقول لي we study Arabic. تاني we study Arabic يعني احنا بندرس عربي English انجليزي and history وتاريخ at A. طبعا اكيد بدرس الحاجات دي at school. school اللي هي المدرسة. تعال نشوف number 48 بيقول لي thank or think or thinking or thanks you very much. طبعا هنا اوعى تاخد thanks. طالما في you يبقى هاخد thank بس عشان تبقى thank you very much. تعال نشوف number 49 بيقول لي at or in or on or of 1843 Nancy Johnson invented the first ice cream churn. طبعا هنا قلنا يا حبايبي السنين بتاخد حرف الجر ان، فاذا هقول in 1843. تعال نشوف number 50 بيقول لي are you a to order. طبعا هنا هل انت جاهز اسمها are you ready. تاني are you ready to order يعني هل انت جاهز للطلب. خلي بالك ready صفه بمعنى جاهز او مستعد. طبعا دي حافظينها من المحادثه. تعال نشوف number 51 بيقول لي I'm going to have roast. طبعا مين هنا اللي ممكن يكون roast؟ هل roast water ولا roast soup ولا roast turkey ولا roast bread؟ اكيد طبعا roast turkey يعني ديك رومي محمر. طب تعال نشوف number 52 بيقول لي we drink black in the evening. طبعا هنا black مش معناها اسود ولكن black هنا بمعنى ساده. طبعا انا بشرب ايه ساده في المساء؟ اكيد اللي هتبقى ساده هي الكوفي، وكوفي يعني قهوه. تعال نشوف number 53 بيقول لي جراندبا عليز. تاني جراندبا عليز يعني مطعم جده علي. is a new A in downtown. طبعا قلنا ان هو مطعم جديد فاذا هقول جراندبا عليز is a new شكل ما احنا حافظين restaurant. restaurant بمعنى مطعم. number 54 بيقول لي ايه الليمونيد did she have. ايه الليمونيد did she have. طبعا هنا هسأل عن الليمونيد بهاو ماتش. ليه؟ لان الليمونيد اسم لا يعد. تاني حبايبي قلنا امتى اقول هاو ميني؟ اللي بقول هاو ميني لما يجيب لي وراها اسم يا حبايبي جمع. طب امتى بقول مستر هاو ماتش؟ اللي بقول هاو ماتش لما يجيب لي وراها اسم لا يعد. تاني يبقى اذا لقيت الاسم لا يعد فبجيب هاو ماتش، لو لقيت الاسم جمع بجيب هاو ميني. وميني لوحدها معناها كثير وماتش لوحدها معناها كثير. اما هاو ميني معناها كم عدد وهاو ماتش معناها ما كميه. تاني هاو ميني بيجي وراها جمع، هاو ماتش بيجي وراها اسم لا يعد. تعال نشوف نمبر 55 بيقول لي I had a of coffee. طبعا قلت يا حبايبي لازم اكون حافظ الفاظ التجزئة اللي بتيجي مع الاكل والشرب. طبعا الكوفي بيبقى فيه cup فبالتالي هقول I had a cup of coffee. تاني I had a cup of coffee. نمبر 56 بيقول لي she had a slice of. ايه من دول اللي بيبقى slices؟ يا ترى السوب الشوربة ولا الليمونيد الليمونادة ولا الووتر ولا التركي؟ اكيد هو التركي الديك الرومي. تعال نشوف نمبر 57 بيقول لي did she eat roast beef. تاني did she eat roast beef. طبعا شكل ما قلنا ان verb to do لازم يجي وراه مصدر طالما هو في السؤال او في النفي، فاللي بيجي وراه حبيبي هو المصدر بس. طب المصدر من verb to have قال لي هو have، يبقى تاني did she have roast beef.
تعال نشوف number 58 بقول I think A I'll have a steak. طبعا دي في المحادثة كان بيقول له I think so. I think so يعني أنا أعتقد ذلك. طيب اللي بعدها 59 بقول I will have a steak. قلت يا حبيبي will وأي فعل ناقص يعني مش will بس. يعني أنا عندي will الأفعال الناقصة اللي إحنا خدناها وكان وكمان كلمة يا حبيبي may. لو شفت أي واحد من الثلاثة دول لازم أجيب وراه مصدر. فإذا هقول I will have تاني I will have. طب تعال نشوف نمبر 60 بيقول لي شي ايه ليمونيد افتر لانش. تاني شي ايه ليمونيد افتر لانش. طبعا ليمونيد اللي هي الليمونيده. الليمونيده دي عصير فبالتالي ما ينفعش اقول ايتس ياكل. امال هقول ايه درينكس يعني تشرب. يبقى تاني شي درينكس ليمونيد افتر لانش. تعال نشوف نمبر 61 بيقول لي وي هاد تشيكن ايه يسترداي. طبعا عارفين التشيكن سوب اللي هي شوربه الدجاج. تاني تشيكن سوب chicken soup. طب تعال نشوف number 62 بيقول لي the center of the city is called. طبعا center يعني وسط. تاني center معناها وسط او مركز. طيب بيقول لي the center of the city يعني وسط او مركز المدينة is called ايه. يا ترى town مدينة لا city مدينة كبيرة ولا town down ولا downtown. لا هي اسمها downtown. اوعى تتلخبط. downtown يعني وسط المدينة. number 63 بيقول لي she a have coffee. طبعا هنا حبايبي طالما في شيء يبقى انا هحتار بين don't و doesn't. قال لا يعني ما اروحش لدول. قال لي لا طبعا لان verb to be لما بيجي وراه فعل بيكون فيه ing. فبالتالي لما اقول لشيء ايه have coffee have ده فعل في المصدر. يبقى انا عايز يا don't يا doesn't. طب اخد don't ولا doesn't اقول لك هرجع لي شيء. شيء تاخد مين يا حبايبي؟ doesn't. قلنا هي وشيء وات دايما بيجي معاهم الفعل اللي فيه s or es. طيب تعال نشوف number 64 بيقول لي I want. I want يعني أنا أريد. تاني I want معناها أنا أريد. فبقول I want steak to be a. I want steak يعني أنا عايز الإيه؟ عايز اللحمة بتاعتي تكون إيه؟ أكيد well done. قلنا well done يعني مطية جيدا. طيب تعال نشوف number 65 بقول we eat a as a dessert after dinner. تاني we eat a as a dessert. قلنا يا حبايبي كلمة dessert بمعنى الحلو. طب الحلو اللي بعد العشاء هيكون ايه يا ترى؟ chicken soup. وطبعا هنا soup مش معناها soup هنا مش معناها شوربة. ده soup هنا معناها صابون. طب عندنا bread وعندنا rice وعندنا fruit salad. طبعا اكيد الحلو هيبقى fruit salad. تعال نشوف number 66 بيقول ايه we drink chicken ايه. احنا بنشرب ايه بتاعة الفراخ؟ اكيد الشوربة. طب الشوربة فين؟ قال لي soup. soup لان دي soup. soup غير soup. soup يعني شوربة لكن soup بمعنى صابون. تعال نشوف number 67 بيقول لي it's 8 a.m. خلي بالكوا حبايبي ان ايه معناها صباحا. طيب يبقى in the ايه؟ اكيد طالما صباحا يبقى هقول in the morning. in the morning يعني في الصباح. تعال نشوف number 68 بيقول لي they wear a nice song. تاني they wear a nice song. طبعا خلينا نتفق ان verb to be لما بيجي وراها فعل واحنا دلوقتي لسه في 6 ابتدائي ان verb to be سواء am was or are or was or were لو جه وراهم فعل بيجي وراهم verb plus ing. فبالتالي هقول they were singing. تاني they were singing. تعال نشوف number 69 بيقول لي they didn't eat to school. تاني they didn't eat to school yesterday. طبعا yesterday من علامات الماضي فالناس بتيجي على مين يا حبايبي؟ على went. وينسى خالص ان في مين؟ ها didn't. وانا قلت طالما في didn't مهما كانت العلامه اللي موجوده طالما في didn't يبقى اذا هرجع فعل لمصدره فلازم اقول didn't go. تاني لازم اقول didn't go. تعال نشوف number 70 بيقول لي how many bottles of water did she have. هنا هبص على كلمه bottles هلاقي اسم جمع. وانا يا حبايبي الاسم الجمع بياخد ايه؟ ايوه بياخد many. so how many bottles of water did she have. تعال نشوف number 71 بيقول I want to have a potato. I want to have a potato. احنا قلنا يا حبايبي لما كان في المحادثه كان بيقول له عايز baked potato يعني بطاطسايه مشويه فبالتالي هقول baked. baked. the next number 72 بيقول له is a kind of meat. طبعا مين في دول ان نوع كلمه kind يعني نوع وmeat يعني لحمه. ايه اللي في دول نوع من انواع اللحمه؟ اكيد الروست بيف. تاني الروست بيف. تعال نشوف number 73 بيقول the tiger is a than the elephant. حبايبي من سنه 5 ابتدائي واحنا عارفين ان اول ما اشوف than يعني بقارن بين اثنين على طول بجيب الصفه مضاف لها er فبالتالي لازم اقول faster. تاني faster than. so the tiger is faster than the elephant. number 74 بيقول they to the theater yesterday. طبعا yesterday من علامات الماضي. طب في did او didn't؟ قال لك لا خلاص يبقى اختار فعل في الماضي يبقى they went. تاني they went. تعال نشوف number 75 بيقول they ate breakfast at 8 o'clock.
هما بيتناول الفطار الساعة كام؟ الساعة 8. طب فين كلمة يتناول؟ مفيش ايت. قال لي اه بس في مين؟ ها هاف، وان هاف بمعنى يتناول، ودي بتحل محل يأكل وكمان محل يشرب. تعال نشوف نمبر 76، بيقول ايه؟ فروت سالاد ديد شي هاف. هنا بص على الفروت سالاد هلاقيها uncountable noun، يعني اسم لا يعد. طالما حبايبي طلع اسم لا يعد يبقى ياخد هاو ماتش، ما ياخدش هاو ماني، يبقى هاو ماتش فروت سالاد ديد شي هاف. تعال نشوف نمبر 77، بيقول وي جو تو ذا ايت تو ايت. طبعا احنا بنروح لايه عشان ناكل؟ اكيد طبعا بنروح للمطعم، والمطعم اسمه ريستورانت. تاني ريستورانت. تعال نشوف نمبر 78، بول وات ايه سالاد، وات ايه سالاد. فقالوا ساوندز جود، يبقى هنا كان بياخد الاوبينيون، يعني كان بياخد رايه، واخذ الراي بيبقى بوات اباوت. تاني وات اباوت اور هاو اباوت، يعني ممكن يجي وات، ممكن يجي كمان هاو. هاو اباوت اور وات اباوت، الاثنين معناها ماذا عن. طب تعال نشوف نمبر 79، بول ذا ايه ات جرانبا عليز are very nice. يبقى أول حاجة لازم أنا ألاحظ إن دي ار، يعني اسم إيه؟ جمع. طب هو إيه اللي في مطعم جده علي هيبقى جميل أو لطيف؟ فأكيد هتبقى البرايسز، وكلمة برايسز يعني أسعار. طبعا عندنا كلمة أدريس يعني عنوان، وكلمة تايم يعني وقت، وبرايزز يعني جوائز. طبعا هنا الحاجات اللي هتبقى موجودة هناك هي البرايسز، الأسعار. أنا نشوف نمبر 81، بيقول لي شي هاد 3 اي اوف بريد. طبعا لما يقول لي 3 3 يبقى معناها جمع، يبقى لوف غلط. طب في عندي لوفز وفي عندي لوفز، اقول لك لا، لوف لما باجي اجمعها لانها بتنتهي باف، فبقلب الاف دي لفي اس، يبقى جمع لوف ايه يا حبايبي؟ لوفز، لوفز اوف بريد. طب تعال نشوف نمبر 82، بيقول لي هاو ماتش جوز ديد شي اي يسترداي. قلت طالما في ديد ما يغرنيش كلمه يسترداي، لان مع ديد لازم يرجع الفعل لمصدره، يبقى لازم ياخد هاف. طب تعال نشوف نمبر 83، بيقول لي اي جود واتس today special. تاني بقول ايه good what's today special. طبعا لازم اقول sounds good. sounds good يعني يبدو جيدا، بس قلت لك خلي بالك لان الناس برضو حافظه انها sounds good sounds good sounds good اللي فيها اس طبعا، بس ساعات يقول لي it ايه good yesterday، فهنا لو جاب لي اي علامه من علامات الماضي كنت قلت له sounded good. طب تعال نشوف نمبر 84، بقول لي we have ايه at the restaurant. تاني we have a at the restaurant. at the restaurant يعني في المطعم. يا ترى عندنا meals، meals يعني ذكور، ولا meals يعني وجبات، ولا malls بمعنى مول، مولات يعني، ولا meals بمعنى بريد. طيب يا ترى احنا عندنا ايه في المطعم؟ اكيد meals، وmeals هنا بمعنى وجبات. تعال نشوف number 85، بيقول لي ايه serves meals at restaurants. طبعا عارفين ان كلمة سيرف بمعنى يقدم، فبيقول لي مين اللي بيقدم الوجبات في المطاعم؟ يا ترى الويتر ولا الواتر ولا البوي ولا الجيرل؟ اكيد طبعا هو الويتر ومعناها الجرسون. تعال نشوف نمبر 86، بيقول لي their pizza is the pizza in town. طبعا عارفين من السنة اللي فاتت ان the بيجي وراها صفة اي اس تي، ولو مش عارفين فده المفروض ان احنا شفناه في موضوع reading، وقلنا افضل بيتزا اسمها the best pizza، the best pizza in town. تعال نشوف نمبر 87، بيقول لي yesterday she ate her mother in the kitchen. yesterday من علامات الماضي. طب في did او didn't؟ هقول لك لا، خلاص يبقى اخد فعلي في زمن الماضي، يبقى helped. تاني she helped her mother in the kitchen. تعال نشوف نمبر 88، بيقول tomorrow she ate to the restaurant. tomorrow دي يعني امتى؟ يعني بكره. طيب she ate to the restaurant، اقول لك tomorrow من علامات المستقبل، واخدين من سنه خمسه ان المستقبل بيكون من will plus الانفينيتيف، يعني will زائد المصدر، او ايه كمان؟ او am is or plus going to زائد going to طبعا زائد المصدر. طيب هنا ايه اللي موجود منهم؟ هقول لك will go، خلاص هقول tomorrow she will go to the restaurant. طب ما اقولش going to the restaurant، هقول لك لا، عشان اقول going لازم اجيب قبلها am or is or are. تعال نشوف نمبر 89، بيقول لي how many a did she have. how many a did she have. طبعا طالما جاب لي how many يبقى معناه ان هو عايز هنا اسم يا حبايبي؟ جمع. طيب يا ترى اخد fruit ولا fruits ولا فروت سالاد ولا بولز اوف فروت سالاد؟ اكيد هنا هاخد هاو ميني بولز اوف فروت سالاد. تاني هاو ميني بولز اوف فروت سالاد. طب تعال نشوف نمبر 90، بيقول لي هاو ماتش اي ديد يو هاف يسترداي. برضه لما يجيب لي هاو ماتش يعني عايز هنا اسم له يعد،
طيب فين بدول oranges ولا apples ولا eggs ولا chicken soup؟ أكيد هي chicken soup، يعني الشوربة هي اللي ما بتتعدش. طب تعال نشوف number 91، بقول لي a waiter a food in the restaurant. طبعا الويتر اللي هو الجرسون بيعمل ايه في الطعام في المطعم؟ أكيد بيقدم الطعام، وقلنا يقدم الطعام اسمها service. طب تعال نشوف number 92، بقول لي she is a in the restaurant. خلي بالك هنا بيقول لي she، ما بيقوليش هي، وبعدين بيقول لي ايه in the restaurant في المطعم، فهنا هي ويتر يا ويترس، بس طالما قال لي شي فهتبقى ويترس، ويترس اللي هي الجرسونه. طبعا في ناس هنا هتروح لكلمه اونر، هقول لك لا. ليه؟ لان لو عايز اونر كان قال لي هنا ذا، وجينا هنا كان قال لي اوف، يعني كان قال لي ذا اونر اوف، ما يقوليش ذا اونر ان، كان قال لي شي از ذا اونر اوف ذا ريستورنت، يعني اونر هيجي وراها اوف. طب تعال نشوف نمبر 93، بيقول لي it's 7 o'clock in the morning so it's 7، عكس اللي جابها قبل كده، طبعا في الصباح يبقى 7 a.m. a.m. يعني صباحا، p.m. يعني مساء. تعال نشوف نمبر 94، بيقول لي did she eat TV yesterday؟ did she eat TV yesterday؟ طبعا هنا طالما سأل بدت ما يغرنيش كلمة مين يا حبايبي؟ yesterday. ليه؟ لأن كده لازم أرجع فعل المصدر فهيبقى watch، so did she watch TV yesterday؟ تعال نشوف نمبر 95، بيقول لي she had a roast beef. طبعا هنا المفروض يكون في اوف، فبيقول لي she had a of roast beef. يا ترى bowl of roast beef، slice of roast beef، bottle ولا glass؟ طبعا عارفين الروست بيف لما تتجزا تبقى slices، فاذا هقول she had a slice of roast beef. طب تعال نشوف نمبر 96، بيقول لي good I'm in the A4 spaghetti. وهنا لازم اكون حافظ دي من المحادثة، يعني انا مزاجي النهاردة في السباجيتي، فحول I'm in the mood for، تاني I'm in the mood for. تعال نشوف نمبر 97، بيقول لي she ate orange juice، تاني she ate orange juice. طبعا orange juice قلنا عصير، طب العصير ما بيتاكلش، العصير بايه؟ habit cherry بيبقى drinks. نمبر 98، بيقول I eat because I am. طبعا انا باكل ليه؟ اكيد عشان جعان مش عشان عطشان، فبالتالي because I'm hungry. خلاص طب لو قال لي I drink because I am a، كنت قلت له I am thirsty. طب تعال نشوف نمبر 99، بيقول لي they drink juice because they are، اللي جابها لي اهو. طيب هم بيشربوا عصير لانهم ايه؟ يا ترى جعانين ولا عطشانين؟ طالما بيشربوا يبقى هم thirsty، thirsty بمعنى عطشانين. تعال نشوف نمبر 100، بيقول لي their a is 12 الاهرام ستريت. طبعا هنا ده عنوان، فبالتالي هقول address، اما address بمعنى فستان، لكن address بمعنى عنوان. نمبر 101، بيقول لي they had 3 pieces of، يبقى لازم اشوف هنا مين اللي بيكون في pieces، اللي بيكون في pieces ترى السوب الشوربه ولا اليوجرت الزبادي ولا الفروت سالاد ولا سلطه الفواكه ولا الابل باي؟ اكيد هي الابل باي، فطيره التفاح. تعال نشوف 102، بيقول لي the restaurant opened a October. قلنا حبايبي طالما جايب لي شهر، قلنا الشهور بتاخد حرف الجر ان. طيب هنا بيقول لي the restaurant opened a 7th October، شكلها بالظبط تقريبا بس زود 7th. هو ايه 7th ده يا مستر؟ قال لي 7th ده يوم، لان اليوم السابع من اكتوبر، وقلنا الايام يا حبايبي بتاخد حرف الجر اون. تعال نشوف نمبر 104، بيقول لي grandpa is the a of the restaurant. شوف هنا ليه the a of the restaurant، هنا اقول the owner، the owner هنا بمعنى المالك. نمبر 105، بيقول لي my father and my mother are my، طبعا بابا وماما دول بقول عليهم parents، قلنا parents هم الوالدين. 106، بيقول لي they had 4 a of orange juice، طبعا خدوا 4 a من عصير البرتقال. هنا لازم اكون عارف لفظ التجزئه بتاع عصير البرتقال. طيب عصير البرتقال بيتحط في ايه؟ اكيد في glasses، ولازم اقول 4 glasses لان 4 جمع، ما اقدرش اقول glass. 107، بيقول لي ايه يو ار، طبعا عارفين تفضل اسمها here you are، here you are h e r e. 108، بيقول لي we ate count salad. عندنا في countable معدود وuncountable غير معدود. الاسماء الغير معدوده can't count it، ما اقدرش اعدها، لكن الاسماء المعدوده I can count it، يعني اقدر اعدها. فلما اقول له we ate count salad، السلطه بتتعد؟ قال لي لا، يبقى we can't، لا نستطيع. طب و ايه count glasses، الكوبايه بتتعد؟ ايوه، يبقى هنا اقول we can count glasses، كلمه count معناها يعد. طب تعال نشوف نمبر 110، بيقول لي how many a of fruit salad. تعال نشوف يلا 110، بيقول لي how many a of fruit salad did she have. طبعا انا عارف ان الفروت سالاد بتبقى في بولز، وبولز اللي هي السلطانيات. تعال نشوف 111، بيقول لي the soup a very hot. حبايبي لازم اكون عارف ان الاسماء التي لا تعد، تاني الاسماء التي لا تعد، اي اسم ما بيتعدش يعامل معاملة
المفرد بيعمل علامة المفرد من يمة الفعل، يعني ياخد فعل مفرد ما ياخدش فعل جمع. يعني لو بقول لي از ولا ار اقول له لا، لا يعد بإز، لا يعد بأواز، لا يعد بأهاز، لا يعد يبقى فعل مضاف له اس او اي اس. خلاص يا حبايبي، يبقى تاني الاسماء التي لا تعد بتاخد فعل مفرد ما تاخدش فعل جمع. فبالتالي هقول the soup is very hot، فهقول له is very hot. 112 بيقول لي can I aid you، طبعا قلنا اي فعل ناقص بيجي ورا مصدر يبقى لازم اقول can I help. تاني can I help. بيقول له what a of pies do you have today، طبعا لما راح الولد يساله في المحادثه كان بيقول له ما نوع، ما نوع الفطير اللي عندك؟ طيب يعني ايه ما نوع؟ قال لي what kind. تاني what kind. طب تعال نشوف اللي بعدها، بيقول لي she ate to school yesterday، طبعا yesterday من علامات الماضي. طيب ما كله يا مستر ماضي. طيب شي ايه بقى تو سكول؟ اكيد شي walked تو سكول. walked مع مشيت. تاني walked تو سكول بمعنى مشيت الى المدرسه. تعال نشوف يلا 115 بيقول لي they chopped a with a knife، هم قطعوا ايه بالسكينه؟ مين في دول اللي هيتقطع بالسكينه؟ اكيد ال vegetables. vegetables يعني خضروات. نمبر 116 بيقول I walk to school by. هنا حبيبي لازم اخلي بالي من الضمائر المنعكسه، قلنا I myself، he himself، she herself، it itself، we ourselves، they themselves، you لو مفرد تبقى yourself ولو جمع تبقى yourselves. قلنا حبيبي بشوف الضمير اللي في الاول ايه وبعدين اجيب على حسب. قلت لو ما لقيتش ضمير، يعني لو لقيت فعل امر قلنا الضمير المنعكس منه بيبقى يور سيلف او يور سيلفز على حسب اذا كان مفرد او جمع. طب تعالى بقى نشوف كده، بقول اي ووكد تو سكول باي، طالما في هنا اي يبقى هقول اي ووكد تو سكول باي ماي سيلف. تاني باي ماي سيلف. طب لو بقول لي اي اند علي، انا وعلي كنت قلت باي اور سيلفز بنفسنا، يعني لو اي معاها اي حد تاني اقول باي اور سيلفز، انا لوحدي يبقى باي ماي سيلف. اللي بعدها بيقول لي she sliced the fruit، هي قطعت الفاكهه. herself عارفين الضمير المنعكس بيجي قبله حرف الجر باي، سو باي herself. اللي بعدها بيقول لي رامي ايه ذا ليست ات هوم، طبعا رامي ايه القايمه في البيت، طبعا شكل ما احنا عارفين هو forgot، يعني ايه forgot؟ نسي، مش هقول remember طبعا ولا went ولا walked. نمبر 119 بيقول لي وي وونت تو سي ذا اي ان ذا ريستورانت بيفور وي اوردر، قبل ما نطلب طبعا بنشوف ايه، يا ترى ليست قائمه المشتريات ولا منيو قائمه الطعام ولا بيبر ورقه ولا نوت بوك؟ اكيد منيو اللي هي قائمه الطعام. تعال نشوف 120 بيقول لي دو يو هاف اي تشيري بايز، طبعا قلنا في السؤال يا حبايبي بجيب دايما اني، اني معناها اي. تاني دو يو هاف اني تشيري بايز. تعال نشوف 121 بيقول لي شي ديد ذا اي باي هير سيلف يسترداي، تاني شي ديد ذا اي باي هير سيلف يسترداي، يعني هي عملت ايه بنفسها امبارح. طبعا هنا المهم ان انا اشوف الفعل بتاع اللي هو ديد، واشوف ديد ده بتيجي مع مين، يا ترى ديد ذا كلوز ولا ديد ذا لوندري ولا ديد تي في ولا ديد سكول؟ اكيد ديد ذا لوندري يعني غسلت الغسيل. تعال نشوف 122 بيقول اي بوت اي ات ذا جروسري ستور، بشتري ايه من الجروسري ستور؟ من محل الاباله، اكيد بشتري الجروسريز اللي هي المشتريات. طب تعال نشوف 123 بيقول وي اي فروت by ourselves، خلي بالك we a fruit، طبعا مين الفعل اللي بيجي مع fruit؟ قال الفعل slice. طب يا مستر هاخد بقى sliced ولا slices ولا slicing؟ هقول لك ما ينفعش slicing عشان ما فيش ام واز وار، وما ينفعش slices عشان دي وي، ووي بتاخد slice بس، فبالتالي هقول we sliced sliced. تعال نشوف نمبر 124 بيقول لي a washed his hair by himself، تاني a washed his hair by himself، شعره بنفسه يبقى اكيد هو، وطالما باي هيم سيلف يبقى اكيد الفعل بتاعي كان هي او اي اسم مفرد مذكر، شكل علي، احمد، سامي، اي مفرد مذكر. تعال نشوف نمبر 125 بيقول تشوب ذيس فيجيتابلز باي، حبايبي انا قلت لك فعل الامر الضمير المنعكس بتاعه يا اما يور سيلف لو مفرد او يور سيلفز لو جمع، في الغالب يجيب لي واحده فيهم، ولو جاب لي ان هم جمع بقول يور سيلفز. فهنا بقول تشوب ذيس فيجيتابلز هقول باي يور سيلف يعني بنفسك. نمبر 126 بيقول لي مام بوت ذا ماني اون ذا تيبل اي ذا دور، اخذنا حبايبي كلمه باي ذا دور معناها بجوار الباب. تعال نشوف 127 بيقول لي سوري وير اي تشيري وي دون هاف اني، بيقول لي انا اسف احنا نفذ ما لدينا، وقلنا يعني ايه نفذ ما لدينا؟ من اسمها وير اوت اوف، اوت اوف يعني نفذ ما لدينا، ما عادش عندنا يعني تشيري. تعال نشوف 128 بيقول لي وات اي ابل بايز،
What a apple pies. واحنا قلنا هنا بسأل عن الرأي، ولما أسأل عن الرأي بقول what about. What about يعني ماذا عن. Number 129 بقول I had toothache. I went to the A. بقول أنا عندي ألم في السنان. طب لما يكون عندي ألم في السنان أكيد هروح فين؟ طبعا أكيد هروح للدنتست. هروح لمين يا حبايبي؟ الدنتست. يعني إيه دنتست مستر؟ قال الدنتست يعني طبيب أسنان. أهلا بكم مرة تانية، يا رب تكون الحلقة عجبتكم، وده شكل ما قلنا هو الجزء الأول. إن شاء الله تابعنا، اللي ما فعلش الجرس يفعل الجرس، واللي ما اشتركش في القناة يشترك بسرعة عشان إن شاء الله يجيله إشعار بالجزء التاني. الجزء التاني شكل ما قلنا هيكون من أول 130 لغاية 265، وده هيكون على بقية المنهج إن شاء الله. ما تنساش صلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أشوفكم إن شاء الله في الجزء التاني. السلام عليكم.